ازيكوا حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين، ويعود عليكم الايام بألف خير. ومن تحضيرات رمضان معانا، هنعمل النهاردة الطحينة بكل تكاتها وكل حركاتها. مش هتلاقي الطحينة دي غير هنا وبس، من مطبخ جيجي على قد ايدي. انا كنت عملتها قبل كده في حلقة، بس انا عملتها بطريقة تانية خالص، ودي طريقة جديدة برضو وحصري على قناة الشاشة فود من مطبخ جيجي على قد ايدي. ووريتك كمان نعمل ازاي سلطة الطحينة في الفيديو، وتكون فاتحة وناجحة معاكي بالقوام الجميل ده. وكمان قلنا استخدامات الطحينة في رمضان. ويلا بينا نروح مع بعض نشوف الفيديو والطريقة والمقادير، وهبهركو يعني هجننكو يا حبايب قلبي جيجي. وما تنسينيش في أحلى لايك لأحلى جيجي. يلا بينا نروح مع بعض نشوف الطريقة والمقادير وأحلى طحينة من أحلى جيجي. يلا بينا. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي هنعمل تحضيرات لرمضان تاني. هنعمل النهارده الطحينه في البيت، بس هعملها بطريقه تانية غير اللي انا عملتها قبل كده في فيديو. هعملها بقى بناء على طلباتكم، هنعملها بطريقه السمسم المحمص. انا عملتها قبل كده بالسمسم الهندي اللي هو الني، في ناس كتير جدا ما لقيتوش، وفي ناس بتحبها بطعم السمسم المحمص وطلبتها مني. هعملها ازاي بطعم السمسم المحمص وتكون فاتحة وبيضة وجميلة وزي الفل. هوريكي كل حاجة. اول حاجة معايا السمسم المحمص ده، شكله هو ده. هاخده هعمل له ايه؟ هديله على البوتاجاز كده اهو تسخينة كده صغيرة، اسخنه بس بسيط، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هوريكي على النار بيتسخن ازاي، مش عايزاه ياخد لون، عايزاه يتسخن بس عشان الحباية بتاعت السمسم تطلع الزيت بتاعها، وانا بضربها في المطحنة بتاعت التوابل. تعالوا مع بعض نشوف على البوتاجاز هنعمل ايه. بصوا انا ولعت دلوقتي البوتاجاز. النار بتاعتي هادية، مش عايزة نار عالية بالشكل ده، يا دوبك ان انا بسخنه بس، مش عايزه احمصه لان هو ده محمص، مش عايزاه ياخد اي لون. كل الحكايه بس ان انا عايزاه يسخن معايا شويه علشان لما يجي يطحن يطلع الزيت بتاعه، وكل الفوائد كل الفوائد بتاعته تطلع معايا بمنتهى السهوله. تمام، فانا هفضل اسخن فيه كده بالظبط دقيقتين اتنين، وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. انا بقى دلوقتي سخنت خلاص كده السمسم بتاعي، هسيبه بقى لغايه لما ايه يبرد كده معايا خالص، وبعد كده هنطحنه في المطحنه بتاعه التوابل. تعالوا بقى هنجيب الطاسه تاني، هحط فيها ايه؟ هحط فيها دقيق. اولا الكميه بتاعه السمسم قد ايه؟ الكميه نص كيلو سمسم. هعمل بقى كميه عشان رمضان بقى. كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى هاخد معايا الدقيق، هقول لك على النص كيلو بناخد قد ايه. بتاخدي على نص كيلو وربع كيلو دقيق كامل. النص كيلو سمسم عليه ربع كيلو دقيق. ده كده معايا ربع كيلو دقيق. الربع كيلو دقيق ده هحط عليه ايه؟ هحط عليه معلقة كبيرة بتاعة اكل نشا. ما تستغربيش النشا، النشا هنا معايا هتفتح معايا اللون. تمام، وهتخلي القوام كريمي اهي. معلقه النشا، معلقه واحده كبيره، هقلبهم كده في بعض وهطلع عليهم على البوتاجاز. تعالوا نشوف هنعمل ايه بيهم على البوتاجاز. بصوا بقى انا دلوقتي اهو على النار، الربع كيلو دقيق عليه معلقه نشا كبيره على نار هاديه مش نار عاليه. كل الحكايه ان انا عايزه اسخن الدقيق بتاعي، مش عايزاه ياخد لون ولا اي حاجه، عايزه اسخن الدقيق بتاعي علشان لما اجي اكل الطحينه ما احسش ان الدقيق ني، لا احس ان مفيش طعم. الدقيق الني بيبقى وحش شويه، بيبقى جازع معاكي، بتحسي ان انت في بقك كده في دقيق، فلما بياخد التشويحه على النار بيروح طعم الدقيق الني، بتروح خلاص على النار، بيبقى خلاص بياخد طعم بقى السمسم وبياخد طعم الطحينة. التشويحة دي مهمة. بس بصي انا بسخنه بس كده على نار هادية، وبعد كده هشيله خلاص، مش هياخد لون ولا اي حاجة. انا بس حبيت اوريكي الفكرة، فانا هشيله بقى دلوقتي ونشوف مع بعض هنعمل ايه. خلاص كده انا شوحته كويس، هسيبه برضو يبرد. تمام، بس بقى مش هطحنه في المطحنه ولا اي حاجه. عايزه اقولك الطاسه او الحله او الصينيه، اي حاجه هتحطي فيها السمسم او هتحطي فيها الدقيق ما فيهاش اي ماده دهنيه خالص، ولا زيت ولا سمنه ولا مدهونه ولا مرشوشه ولا اي حاجه. سخنا الطاسه وحطينا الدقيق، سخنا الطاسه وحطينا السمسم، او ممكن تحطي وتسخني الاتنين مع بعض، ما فيش اي مشكله. تمام، هستنى بقى ده يبرد وهكون انا ايه طحنت السمسم ده. وعشان نشوف كمان المكونات معانا ايه، نمشي
كده مع بعض واحدة واحدة. بص بقى، انا دلوقتي طحنت السمسم في المطحنة بتاعت التوابل كده لغاية لما يبقى عامل زي العجين كده اهو. بصي عامل ازاي السمسم، خلاص كده اهو، ما تطحنهوش في الخلاط، بيتطحن في مطحنة التوابل السمسم، انما الخلاط للمرحلة اللي جاية. بصي بقى عامل معايا ازاي، زي المعجون كده بالشكل ده اهو. بصي بقى عامل كده، ولازم تتأكدي ان السمسم ناعم معاكي خالص. تمام، ده كده النص كيلو بعد ما اتطحن. تعالوا بقى عايزه اوريكم كمان حاجه. بصوا شايفين دي ايه؟ عارفين دي ايه؟ دي زبده الفول السوداني اهي. بصوا انا جبتها منين، انا جبتها من عند مصطفى العطار اهو، هسيب لكم الفيديو بتاعه في الرقم الرقم والعنوان. دي بقى زبده الفول السوداني، هو بيبيعها ب 40 جنيه. تمام، هي بره طبعا اغلى من كده بكتير. دي سعرها. مفيش بقى عندنا زبدة فول سوداني ومش عارفين نروح لمصطفى العطار والكلام ده كله، هنعمل ايه؟ هقولك هنعمل ايه. هتجيبي نص كوباية سمسم، عارفين سمسم ايه؟ انتوا لخبطتوني. نص كوباية من السوداني، ركزوا بس كده معايا. نص كوباية سوداني، السوداني اللي هو المحمص بتاع المقلة، عارفينه اللي احنا كنا عملنا منه الحلقة بتاعت الفستق والبندق. الناس اللي ما شافتش الحلقه بتاعت الفستق والبندق الكذاب هسيبها لكها في صندوق الوصف ترجع تشوفها. وكمان هسيب لكم في صندوق الوصف الفيديو بتاع الطحينه اللي هي اللي كنا عاملينها بالدقيق الابيض مش بالدقيق المحمص. برضو لو حابه تشوفي دي او تشوفي دي وقارني اللي انت عايزاه. المهم دي بقى معانا، هناخد منها معلقتين كبار على السمسم بتاعنا. دي زبده الفول السوداني اهي، هاخد معلقتين، ده نص كيلو يعني المعلقتين كده اهو. وهقول لكم على استخدامات كمان زبده الفول السوداني دي هنستخدمها في ايه، في كذا اكله، وزي ما قلت لكم كده الكيلو منها ب 40 جنيه. بتدي طعم حلو وبتديني قوام جميل. كمان عايزه اقولك ان السوداني نفسه قيمه غذائيه عاليه جدا جدا للاطفال، وبتقي من امراض السرطان. كمان معايا ربع كيلو من الزيت، ومعانا الربع كيلو بتاع الدقيق اهو زي ما هو محطوط اهو، بارد خلاص، وعليه معلقه كبيره النشا. هناخد بقى الثلاث حاجات دول هنحطهم في الخلاط. ايه وايه وايه؟ بص بقى، هجيب شفشق الخلاط بتاعي احط فيه الحاجات دي اللي هي السمسم والسوداني. ما عندكيش زي ما قلت لك، ما عندكيش زبده الفول السوداني، هتجيبي الفول السوداني المحمص وتضربيه في الكبه اللي هي بتاعت المطحنه بتاعت التوابل لغايه ما يبقى كريمي كده معاكي ويبقى عامل زي السمسم كده اهو بالظبط، وهتحطيه عليه. هناخد بقى دول كده اهو، هناخد كمان الدقيق في الخلاط، وهناخد ربع كيلو الزيت. هناخد الثلاث حاجات كده اهو مع بعض في الخلاط، وعلى اللي هي الضرب الخفيف هنضرب حبه حبه. بس بقى في سر تاني عايزه اقول لكم عليه. ايه هو يا جيجي باسرارك اللي انت عماله تقولي لنا عليها؟ هقول لكم. بصوا هنا معايا ده لبن باودر، تمام، اللبن الباودر، او ممكن تجيبي كيس لبن نيدو كده في السريع وتروحي حاطه الكيس كله. ده بقى السر كله، هيفتح معاكي اللون بطريقه غريبه غريبه غريبه. بصي المعلقه كبيره اهي بمقام الكيس اللي انا بقول لك عليه. نحطه بقى على اي حته مش مشكله، كل الاضافات دي تتحط في الخلاط. نضرب حبه حبه، ما تضربيش كله مره واحده، تضربي حبه حبه، وبعد كده هنشوف القوام وهنشوف كل حاجه مع بعض. استنوني. وده بقى القوام بتاعنا اهو بتاع الطحينه اهي. الطحينه ممتازه زي ما انتم شايفين كده، القوام زي الفل. عايزه اقول لك بقى على سؤال بيتسال لي كتير، ليه يا جيجي لما بنيجي نحطها في البرطمان بتاعها ونحطها في الثلاجه بنلاقي زيت كتير قوي فوق الوش؟ هقول لك ده حاجه طبيعيه، ان الزيت نفسه بيطلع شويه فوق الوش مع كمان زيت السمسم، لان السمسم كله زيت والسوداني كله زيت، كل الحاجات دي مليانه زيوت، فدي زيوت طبيعيه اوعي ترميها، دي زيوت كويسه جدا جدا. قلبي كده بسيط من البرطمان قبل ما تاخدي، يعني ما تاخديش كده لفوق الوش ولا ترمي الزيت، تقلبي لغايه لما تمزجي كله كده مع بعضه في البرطمان وتروحي واخده بقى بالمعلقه. وده كده القوام بتاعنا. عايزه كمان اوريكي سلطه الطحينه عامله ازاي لما هنيجي نعملها مع بعض من الطحينه بتاعتنا، وهتعرفي ازاي هي فاتحه وناجحه معاكي مليون الميه. تعالوا بقى هعمل معاكم سلطه الطحينه اهي، من الطحينه اللي انا عاملاها اهو بالشكل ده. هياخد كده اهو حاجه بسيطه، هوريكي بس ان هعمل سلطه الطحينه تبقى عامله ازاي اهي. بصي القوام بتاعها تحفه،
حاجه بقى اعمليها بيتي. وبعدين عايزه اقول لك ان الكميه انا حطيتها على الميزان، الكميه كيلو 800 جرام، يعني عملنا من نص كيلو سمسم كيلو 800 كيلو 800 جرام. انا مهيسه يا جماعه ولا ايه؟ بصوا بقى، حطيت اهو الطحينه بتاعتي، هحط عليها حبه خل صغيرين بالشكل ده، لان انا واخده يعتبر معلقه كبيره بس من الطحينه. اهم حاجه بقى، عايزه معايا ميه سخنه، تكون ميه سخنه كده معايا. تمام اهو، هقلب كده اهو بالشكل ده. بصي كل ما بتقلبي كل ما بتتقل اهي معاكي، بصي واللون بتاعها بيفتح ازاي اهي، بصي لونها فاتح مش غامق. بصوا عايزه اوريكم بس القوام عامل ازاي، كل ما بتضربي كل ما بتفتح اكتر. يعني مش يشترط ان هي تكون علشان طحينه سمسم غامق يبقى الطحينه بتاعتك هتطلع غامقه، بالعكس هتطلع فاتحه وهتبقى جميله واحلى طحينه هتاكليها في حياتك. بص عايزه اوريكم الشكل بتاع الطحينه، بصي فاتح ازاي، ودي اهي اللي احنا عاملينها اهي بالدقيق الغامق اهي، بصي فتحت معايا ازاي بالشكل ده. هحط بقى التوابل بتاعتي، بتبقى ايه، هحط حبه توم باودر بالشكل ده، مش هحط مش هحط توم فريش، هحط توم باودر عشان ما تبقاش شديده قوي، والتوم في ناس بتتضايق من التوم. هحط كمان كمون، لو حابه تحطي شطه حطي شطه، وكمان الملح بتاعنا بس كده، ما فيهوش اي حاجه، احلى سلطه الطحينه اهي. بصي نقلب بقى المكونات دي كده اهو، بس كده اهو. بصي هجيب بقى كمان معلقه اوريكي القوام بتاع الطحينه عامل ازاي. بصي قوام الطحينه اهو، سلطه الطحينه قوامها اهو ناجح مليون المية، بمعلقة طحينة واحدة وفاتحة وجميلة وزي الفل. هعبي بقى ده في برطمان وبعد كده نرجع مع بعض اكون لميت بقى الهيصة دي. ودي بقى كانت الطحينة بتاعتنا النهاردة، زي ما انتوا شايفين كده عبيتها في برطمانات، برطمانات ازاز يستحسن طبعا ما تتحطش في بلاستيك، تتحط كده في برطمانات ازاز. عايزة اقولك ان ده برطمان كيلو وده برطمان 800 جرام، يعني زي ما انا قلتلك بالظبط كيلو 800 جرام، وخدنا كمان منه معلقتين، وكمان البرطمانات مليانة قوي يعني كمان اكتر، يعني داخلة على 2 كيلو. تمام والطحينة اهي والسلطة اهي ناجحة، بصي القوام بتاعها تقيل وفتحة معاكي، بتفتحي معاكي اهو، اللي بيديكي الفتحان الحلو ده اللبن البودر، وبيديكي كمان طعم حلو قوي ومميز. هنستخدم الطحينة دي في ايه يا جيجي؟ هنستخدمها ان شاء الله باذن الله للسحور، هنعمل شوية فول بقى بالطحينة بقى ما اقولكيش. هنعمل كمان يعني استخداماتها في رمضان كتير، هنعمل كمان الكفته المشويه، الفراخ المشويه، هنعمل جنبيها سلطه الطحينه، وهقول لك ازاي هنعمل سلطه الطحينه، هنعمل كمان سلطه الحمص ان شاء الله بالطحينه، وهنعمل سلطه البابا غنوج. كل الحاجات دي هنحتاج فيها الطحينه، وعايزه اقول لك ان الطحينه نفسها قيمه غذائيه عاليه جدا، يعني السمسم لوحده صيدليه بيقضي على هشاشه العظام وحلو جدا للعظم وللكالسيوم وللولاد، وكمان السوداني بيقضي على امراض السرطان زي ما احنا قلنا بيحاربوا. ويا رب النهارده بقى الحلقه بتاعتي تكون عجبتكم وتكون خفيفه على قلبكم، واستنوني في حلقات تاني كتير وجديده وحصري على قناه الشاشه فود من مطبخ جيجي على قد ايدي، وهبهركم يعني هبهركم. وتحدي الحلقه النهارده كانت ضرب نار، اتمنى لو الحلقه عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير يا حبايب قلب جيجي. مع السلامه في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي.